مساء النور. ذاكرة انطباعية حافلة بالأحداث والتجارب يلونها الحنين إلى حقبة الحماس العربي والانفعال القومي يوم انطلقت شرارة أم الثورات، ثورة فلسطين، من بيروت ودمشق والقدس دفعة واحدة ليتردد صداها في أرجاء الوطن العربي من محيطه إلى خليجه وفي أنحاء العالم أجمع. هذه الذاكرة تختصر ذاكرتنا جميعا، وهي مطبوعة بآلام وأحلام أجيال من الثوار وقوافل من اللاجئين. تلك هي ذاكرة ليلى عسيران، أم رمزي، بنت الجنوب وزوجة الشمالي، دولة الرئيس الدكتور أمين الحافظ الذي كلف تشكيل حكومته عام 73، العام الذي قتل فيه القادة الفلسطينيون الثلاثة في بيوتهم ليلا، وكادت حرب لبنان تبدأ في ذلك العام. وكانت بيروت استفاقت على الفوران المتأجج غضبا على السلطة غير القادرة على حماية السكان، وسارت على رأس الجنازة كل الرموز اللبنانية آنذاك. بدأت خضراء، الاسم الذي اختاره الفدائيون لليلى عسيران يوم بدأ إحباطنا الأول في فلسطين، وراحت تفتش مع الحالمين بصدق ونقاء عن الحل المفقود، حاملين عيونا حائرة وقلوبا متحمسة، فدخلت عالم الثورة من بابه الواسع كقلبها، عاملة بشغف وحرارة على إيصال القضية إلى كل قلب عربي وإلى كل محفل دولي. فكانت بذلك صورة مصغرة عما يجب أن تكون عليه كل امرأة عربية، وشريطا ملونا لكل مناضل يحمل وطنه في دمه. ليلى عسيران دوزنت حياتها اليومية على إيقاع المسيرة الوطنية، وظلت الاعتبارات القومية عندها فوق كل اعتبار. أما زواجها من الرئيس أمين الحافظ فأدخلها من حيث لا تدري في الحياة السياسية اللبنانية. إن المجتمع العربي بنظرها تنقصه المرأة الفاعلة المتناغمة مع مثله العليا، هذا المجتمع الذي يعجب لأصنامه كيف لا تنكسر، ويعجب لتعايش الثورة والاستسلام جنبا إلى جنب في دنياه. وهي تتساءل كيف غابت وما زالت تغيب عظمة المرأة العربية عن مواكبة العصر بما يحمل من ماهيات ثورية تضرب عواصفها اليوم قلاع الجهل والتخلف والانغلاق. من هنا الدعوة إلى وجوب التلازم بين التاريخ وطاقاته الكبيرة والمستقبل وآفاقه اللامتناهية. ليلى عسيران لا تملك ذاكرة سردية لأحداث حياتها، ولا يهمها من الحدث إلا أثره في تحديد ذاكرتها ومسار خطواتها. انطلاقاتها كانت عفوية طاهرة جامحة لا تحكمها الغايات والأغراض والمآرب، أعطت من أجل العطاء وتفانت في عطائها حتى التماهي، وهذا ما انعكس في مسلكها غضبا على أصحاب التزلف الذين تسلقوا القضايا على حساب طهارة القضية ونقاوتها. يومها أحست أنها فشلت، وأن الآيات الوطنية فرغت من مضمونها وغدت أسطوانة تعودنا سماعها. وهي الحرب اللبنانية تبرعت بكشف زيف هؤلاء المزيفين والمتزلفين، وأما الصادقون فكان مصيرهم الخيبة والمرارة واليأس، وشعروا أنهم أصبحوا ما ليسهم، وراحوا يفتشون بين الأنقاض عمن فقدوه من رفاق العمر الذين تبعثروا، منهم من تاه ومنهم من عاد، ومع الذين عادوا عقدت العزم على إكمال المسيرة. الليلة سوف نحاول أن نستعيد مع ليلى عسيران أياما خلت، لكنها شكلت منعطفا مهما في حياتها، كما أننا سوف نمر على شرائطها الملونة وعلى المواقف التي اتخذتها، وكانت هي التجربة الغنية، لعلها تكون قدوة لجيلنا وللأجيال الآتية. السيدة ليلى عصيران أهلا وسهلا فيكي بالام تي في وببرنامج مرايا تحديدا. الليلة ما راح أتوجه لك كونك عقيلة دولة الرئيس أمين الحافظ أم بنت عصيران، لكن راح أتوجه إلى الإنسانة اللي ساكنة داخلك، اللي ساكنة مشاعرك وأحلامك وفكرك. الليلة راح أحاول حاور خضراء ومريم ومايا، وراح أحاول الطفلة سحابة الجدايل المعقودة والمربوطة، الإنسان المتمردة والثائرة، وصاحبة المواقف العديدة يلي طبعت جيل بكامله. يعني حلقتنا بالطبع بتأمل رح تكون غنية الليلة. ليلى عصيران، رفضتي انك تمري على الحياة مرور سطحي، وما قبلتي الحياة مثل ما هي، بل تدخلتي فيها وجربتي تغيري اشياء واشياء وتقلبي اوقات المعادلات. ترى وين نجحتي وين فشلتي؟ يعني انا ما بستحي اقول فشلت. فشلت لانه في ما راح اقول كمان مكتوب اني افشل. المعادلات الدولية بتريد انه امثالي يفشلوا، وبتريد انه القضايا تفشل، لكن القضية الاهم هو انه الانسان ما يتخلى عن انسانيته ويؤمن بهالارض الطيبة اللي اسمها لبنان. هل كان في صوت بداخلك بيحمسك وبيعطيك القوة على المثابرة وعلى مواجهة الأشياء بقوة؟ صحيح. ما هو يعني أنا ما إلي فضل بهالشغلة، لأن في ناس بيخلقوا هيك في شيء بداخلهم بيقلهم إنه هن مسؤولين، هن مسؤولين. ليش في زبالة بالطريق؟ ليش في خيانة؟ وليش ما في لوحة على الحيط؟ وليش الناس عم بيكذبوا؟ وليش وليش وليش؟ في ناس الله خالقهم هيك بياخدوا مبادرة وبيقحموا نفسهم بالمواقف، لأن بيكونوا مدفوعين بالصدق اللي بداخلهم ويمكن بالموهبة اللي الله أعطاهم إياها. هل ليش؟ لوين وديكي؟ لوين وصلك؟ لكسر راسي، لكن ضلوا مرفوع. كسرت راسي، ما في شك كسرت راسي، لكن حققتي أشياء، وصلتي لأشياء. على الأقل ساهمت، على الأقل كنت صادقة، على الأقل أعطيت، وأنا فخورة إنه بلدي اللي أعطاني ما حدا تاني. وعلى الأقل حاولتي. طبعا حاولت. مهم إنه الإنسان يحاول. وراح حتى أرجع بقت المحاولة بفشل يمكن، بس الإنسان هو يحاول. راح أرجع حاول، لأنه نحن هلا عم نبني بلد، وأهم ما لازم نبنيه ببلدنا هو الحب الكبير بين بعض، الحب الكبير للوطن، والاعتماد على المفاهيم الصادقة، وعدم المراوغة، وعدم التأجيل، وعن الثقافة. هم الثقافة هلا كتير شاغل بالي يا مسيو كرم. برأيك أنت هالأشياء بتساعدنا على بناء الإنسان؟ طبعا طبعا، لأنه بعد الحرب بتعرف إنه كل إنسان بحس حاله إنه عدم، بحس حاله هو ماشي، المفروض يرجع ينبنى الإنسان من جديد. ما في شك، كلنا شعرنا إنه نحن ماشي. لما كانت بيروت عاصمة كل العرب اتدمرت في سبيل كل العرب، ما حدا قالنا تفضلوا شربة مي. نحن قمنا، نحن قعدنا تحت الضرب وتحت، وقعدنا بالخنادق وقعدنا بلا خنادق ومتنا رعبة، ما حدا قالنا تفضلوا شربة مي. كنت تخافي؟ لا ابدا؟ لا ما خفت. شو كانت شو الاحاسيس اللي مرقت على ليلى عصيران ايام الحرب؟ هي بالخندق، هي بالملجأ. صدق انا ما نزلت على الملجأ الا مرة. ما كنت خاف، كنت خاف على بلدي، كنت خاف على الناس، كنت خاف على البلد، يعني هذا كان همي الأكبر. بس خاف إني موت، ما بعرف ليش ما خفت. لالا سيران حضرتك جنوبية، بنت الجنوب طبعا، أنت بتعتزي بهالانتماء طبعا. شو عطيتك هويتك؟ عطتني كل شيء أخضر، عطتني الأخضر هو الأمل، عطتني هالعيون الطيبة اللي بالجنوب اللي كاتبة عنها بكتابي جسر الحجر. هالعيون، في كتير عيون زرقاء بالجنوب وعيون متألمة لكن طيبة، فيها طيبة، فيها عاطفة، ما فيها قسوة. في ناس الألم بيجعلهم قساة، بيجعل عندهم حقد. ابن الجنوب ما عنده حقد، عنده طيبة. يمكن لأنه مزارع، يمكن لأن عايش قريب من الأرض والأرض حنونة. هل عم تزوري جنوب من وقت للتاني؟ طبعا. هلا تغير الجنوب؟ لا، هلا عم بيتعذب أكثر الجنوب، عم بيدفع ثمن كل العرب. ابن الجنوب عم بيدفع ثمن كل العرب. نحن مستعدين ندفع ثمن وفخورين ندفع ثمن، بس ما تتركونا، يعني ما بيصير نضل ضحايا. لو كنت عربية وما كنت لبنانية، هل كنت نفس الإنسانة بتكوني؟ لا طبعا لا، لأن أنا برواية قلعة القسطى بآخر مقطع من الكتاب قايلة إنه أنا ما طلع مني كل هذا إلا لأن أنا خلقت تحت ظلال أرزي في جبلة. يمكن هي، ما بعرف شو هي، يمكن هي أكيد موجودة بالأرض، بالتيارات الهوائية، بالبحر، بنوع المي. في شيء اللبناني غير شكل، وأصلا كل الدنيا بتقول إنه اللبناني غير شكل. أي متى الوطن خيب لك ظنك وخيبك؟ وطني ما خيب لي ظني. أهل وطنك خيبوا لك ظنك؟ قادة وطني خيبوا لي ظني. بس وطني لا، وطني بعد ما صار لازم يصير وطن. اليوم لبنان برأيك أنت أو هالوطن شو عم يقدر يعطي للجيل الجديد؟ شوف، نحن بمرحلة انتقالية، وبما أنه عم نحكي على الإنسان، هالإنسان طلع من حرب، طلع من فوضى. لأن أنا لما عم بحكي على الإنسان اللبناني اليوم، عم بحكي على الجيل اللي راح يصير، ما عم بحكي بالماضي. نحن لازم نحط بين ايدين اولادنا فرص العمل، فرص الانتماء. لازم نحسسهم انه الوطن منه شيء ميتافيزيك، الوطن شيء وجود ملموس. الجيل هيدا له واجبات للوطن، بس الوطن المتمثل بالدولة إلى واجبات نحو الناس، نحو الجيل الطالع. ما بدنا إياه يضيع، ما بدنا إياه يصير عنده خيبة أمل. خاصة اليوم الجيل الجديد أغلبيته ما حاسس إنه في انتماء، إنه بينتمي لوطن. مشتت، جيل مشتت. مظبوط، جيل مشتت، جيل بحب الألوان الفاقعة، جيل بحب الأصوات العالية، جيل يمكن لأنه ضايع بحب كل هالشيء. لكن لازم ضاعت هويته. ايه، بس يمكن هو بشكل لا واعي عم بفتش على الهوية. خلينا نعطيه، نفرجيه، خلينا نحط بين ايديه مكاتب، مكتبات، يعني مكتبات يقرأ. خلينا نحبب القراءة له، المطالعة، التفاعل، النقاش. ما بدنا نحطه بعلبة، بدنا كل واحد يطلع شكل، لأنه هذا لبنان. لو ما في كل هالتنوع ما كان هالهوية الخاصة، هالإبداع. لبنان مبدع، بطبيعته مبدع، بطبيعته ثائر، بطبيعته حلو. عروبتك كيف جبلتك أو شو جبلت فيك؟ جبلت فيني مسؤولية. شو جبلت فيني؟ شم هوا. جبلت فيني مسؤولية، وكأنه يعني نحن بدنا نعمل كل العرب. طيب ضلينا نقول لكل العرب تعوا صيروا، لأنه نحن إذا تقاربنا، إذا اتفقنا اقتصاديا، إذا تقاربنا حضاريا، بنحمي حالنا، لأنه عنا ثروات. لكن للأسف كل واحد اتقوقع بمشاكله الداخلية. فإذا خليني أنا اتقوقع، مش اتقوقع لا، بس خلي همي كله لمشاكلي تبعوا لبلدي. وقت بتسافري لبرا سيدة عسيران بتقابلي ناس بتعرفيهم عن نفسك، بتقولي أنا عربية لبنانية، بتقولي أنا عربية، شو بتعني لك هالكلمة؟ بتعني لي هلا، بتعني لي إنه ما بحس غريب هلا. إيه بعدني ما بحس غريب، لأنه يمكن لأن في لغة مشتركة. لكن كمان أنا ما بحس غريبة بباريس، ما بحس غريبة بباريس، بحس إنه في مراية مع البرنامج مراية. بحس إنه كل الأشياء اللي بحسها وبطالب فيها منا حلم، منا خرافة، موجودة. في ثقافة، في تهذيب عام، في حقوق للإنسان بشكل عفوي. كمان ما بحس غريب. يعني العالم الحقيقة بوجود المواصلات وسهولة المواصلات صار الغربة أقل، والغربة بالنهاية هي نابعة من النفس. تقربت المسافات، هي كمان نابعة من النفس. إذا واحد ما بده ينفتح على الآخر بيضله غريب. ليلى عسيران، طفولتك وسباكة قضيتيهم بين القاهرة وبين الجنوب. رح نرجع شوي سنوات إذا لورا، ما رح أقول قديش، لا قول عمري 62 سنة، العمر كله. سيدة عسيران، كيف كانت الحياة بالجنوب بهديك الأيام؟ كيف كانت؟ والله أنا عشت يعني اللي عشته أو بعرفه من صيدا. بعرف عائلتي، يعني نحن الحمد لله ناس نؤمن بالعلم، ومعظم شباب العائلة اللي من جيلي أو جيل أبوي الله يرحمه ناس متعلمين، ناس بيعرفوا لغة أجنبية، ناس بيتهم مفتوح، ناس بيحبوا الآخر، بيحبوا يساعدوا الآخر. هذا الطابع العام. هل بتتذكري المينا، الصيادين، الشبك؟ طبعا بتذكر ريحة البحر، ولهلا البحر يعني بضيع بالي. يا ريت فيني امسكه بايدي واخذه وين ما كان. لوين بتاخديه اول شيء اذا قدرتي مسكتيه بايدك واخذتيه؟ يعني هو ساكنني، البحر ساكنني. وصوت الموج؟ كثير بحب صوت الموج، بيريحني. بكتابات ليلى عسيران بنلاقي دائما طفله بتحب تلعب، بتحب تركض، وطفله متعلقه جدا بامها. وبإحدى كتاباتك وقت علمتي وعرفتي انه امك توفت قلتي فتح قبري ودخلت فيه امي، ولاحقا بتضيفي انها كانت اهم واكبر حب بحياتك. والأم هي بالأخير الموجهة الأولى والأخيرة. شو زرعت بليلى عسيران أمك؟ أمي زرعتني أنا، بعد ما ولدت، مش زرعتني لأن حملت بي. زرعت فيني حب الفن، زرعت فيني اكتشاف اللون، زرعت فيني التهذيب، زرعت فيني ياما كانت تهديني تقلي قلنالك كوني صريحة بس ما تجرحي الناس، خليكي دبلوماسي. هلأ بتذكر ماما الله يرحمها لما بحكي مع ابني، الأم كبيرة لدرجة إنه من الصعب واحد يحكي عنها. الأهم إنه يقدر يعيشها لحتى تكون ما ماتت. ليلى عسيران، حضرتك درستي بالجامعة الأمريكية ببيروت ونلتي إجازة بعلوم السياسية على ما أعتقد. نعم. دخلتي لاحقا عالم الصحافة وهذا شيء طبيعي، بس المواضيع اللي كتبتي عنها واللي تناولتيها كانت مواضيع بعيدة شوي عن السياسة وعن الأدب. أنت حكيتي موضة، حكيتي أزياء، مظبوط، هيك بلشت. كيف صار هالشيء؟ لأنه الله يرحمه أستاذ سعيد فريحة، وهيدا أب لكتار ناس بهالبلد، قال بده بنت عائلة متعلمة تكتب، وبعقله إنه هاي بنت العائلة شو بدها تكتب؟ بدها تكتب على الموضة، هول البنات شو بيهمهم غير الموضة؟ فقبلت أنا ورحت أكتب على الموضة. طبعا كنت يعني بحب الموضة، مين قال؟ يعني كنت كمان أنا آنسة فتاة، صح. وبعدين الله يرحم أستاذ سعيد اكتشف أنه عندي أكثر من الموضة. أي متى حسيتي أنه كتاباتك جدية ولازم المفروض أنها تنشر وتوصل، بما أنها تحمل كلمات حلوة وكلمات عميقة ولا بعد ولا رسالة، كنت تحاولي توصلي رسالة؟ نعم، بس أنا الحقيقة كان حظي منيح، رغم أنه ما كان في كتير بيكتبوا بهالمجال، لكن يمكن لأنه فيني هالدافع هذا أنه أكتب عن قضايا، انفسح لي المجال وكتبت عن قضايا إلى أن استقريت إني أكتب أدب، وكتبت كمان أدب القضايا. هلأ لازم أكتب أدب الإنسانيات إن شاء الله، رغم إنه القضايا هي بالنهاية إنسانيات. ليلى عسيران، بمرايا في عنا صفحة سريعة وفي عنا أسئلة سريعة، وهالأسئلة عددها 10، رح أطرحها عليكي ورح أطلب منك إذا بتسمحي بكل محبة ومودة تجاوبي على الأسئلة بكلمة أو بجملة واحدة. حاضرة؟ جرب. أهم حدث بحياتك؟ اكتشاف نفسي. أجمل يوم بحياتك؟ يوم طلع لي كتابي الأول لأنها موت غدا. أتعس نهار؟ قطعا يوم وفاة أمي. أجمل لوحة شفتيها أو عندك إياها ببيتك؟ أجمل لوحة شفتها ما عندي إياها ولا ممكن يكون عندي إياها، اللي هي دوار الشمس لفان جوغ، لتورنسول دو فان جوغ. أجمل هدية لقيتيها؟ لعبة بوبي. حكمتك المفضلة؟ نعم. حكمتك المفضلة؟ ما بآمن بالحكم. كتابك المفضل livre de chevet. لفترة طويلة كان لانوزيه تبع جون بول سارتر. وهلا؟ هلا ما عندي كتاب دو شوفي. شعارك بالحياة؟ إني أكون مثل ما بفكر، ما أكون للناس شيء وجواتي شيء تاني. مثالك الأعلى؟ ما عندي مثل. حلمك الكبير؟ إني أرجع أكتب. إن شاء الله. وقفة مع الإعلان، نرجع نتابع لقاءنا مع ضيفتنا العزيزة الليلة السيدة ليلى عسيران الحافظ بحلقة طبعا مميزة من مرايا ضمن شهر رمضان الكريم. خليكم معنا. عودة إلى ضيفتنا السيدة ليلى عسيران الأديبة الكبيرة الموجودة معنا الليلة. رح نحكي معها عن مواضيع عديدة، رح نتناول مواضيع وأشياء كثيرة واتأمل ضلوا معنا لآخر الحلقة. ليلى عسيران، أي متى بدأتي تحسي إنه الحياة بحاجة لتغيير، إنه لازم تعدلي فيها وتثوري على الشوائب، تثوري على الشوازات؟ هي يعني الواحد ما بياخذ قرار بهالأشياء. هو أنا أسوأ شيء فيني عفويتي، ويمكن هي أحسن شيء فيني، بس الدنيا ما بتسامح العفوية. هل كلمتك أو الكلمة اللي كتبتيها بنتاجك الأدبي وصلت أفكارك؟ بعتقد بس مش كافي، ومش الحق علي، الحق على توزيع الكتب. طريقة توزيع الكتب بهالبلد سيئة. بس هل في قراء بهالبلد؟ عم بيكون في أكثر من قبل، وهذا لاحظناه بآخر معرض للكتاب. كل بيروت كانت تحت بساحة الشهداء. عظيم. والمشرفين على معرض الكتاب العربي اللي هو من كل الدول العربية قالوا لنا انه في اقبال كبير. انتوا هالناس اللي بيشتروا او بيقتنوا كتب بيقروا ايه؟ او بيحطوهم بالمكتبة؟ لا، زمان كانوا يحطوهم بالمكتبة وكانوا يعملوا ديكور الصالون. كتب تيجي تفتح وتلاقي ما كتب، اوقات تلاقي بيك اب، ما في مانع يعني. ليلى عسيران، هل قدرتي تنفضي الغبار عن اشياء وعن اسرار وتدعيها تحت الضوء؟ الحقيقه يعني انا ما بملك اسرار، انا بملك اسراري انا اللي هي حقيقتي انا. وبعتقد انه قد ما فيني قلتها وكتبتها. لكن حياتك عشتيها بطريقه مكثفه، شفتي كثير اشياء وعشتي مواقف كثيره واخذتي قرارات كبيره ايضا بحياتك، وبطبيعه الحال يلي بيعيش هيك حياه لابد انه يكتشف اشياء واسرار مخبيه. هل الناس اللي قابلتيهم، هل الناس اللي عاشرتيهم، هل الناس اللي كنت بقربهم، الناس اللي تناولتي معهم وجبات طعام ونمت عندهم، هل خبرتي كل شيء عنهم؟ لا، لأنه يا أستاذ ريكاردو، ما هو نفوس الناس إلى حرمة. بنقول لما واحد يعني بيفتح لك قلبه أو بتشوفه بلحظة ضعف، من يعني كرامة نفسك أنت كشخص أن تضل هالأشياء بنفسك. لكن بروايتك ما ذكرتي أسماء، كانت كلها أسماء رمزية. معلش أفضل. على كل حال هيدا موضوع ناقشوني فيه ناس كتير، لكن أنا بحب أحترم الخصوصية اللي منحني إياها الآخر، الخصوصية اللي منحني إياها الآخر، وما لها كلمة بالعربي، لازم نكتشف لها كلمة بالعربي اللي هي بالإنجليزي privacy. شو privacy حتى بالفرنساوي ما في، في بريفي أو بالعربي خصوصية، في انتيميتي. انتيميتي شيء تاني، انتيميتي هي الحميمية. بعتذر، لا ولا تعتذر. لأن أنا وياك هلا رغم إنه نحن على الهواء عم نمارس حميمية معينة. صح صح، لكن سني با إن في بريفي بكل هالكاميرات، لا. ليلى عسيران، رئيس جمال عبد الناصر، شو كان يجسد لك؟ أمل. يعني أنت بهذيك الأيام كنت فتاة مثقفة بمقتبل العمر، وأكيد كان في عندك أحلام. هل كانت أحلامك تلاقي صدى أو البعض من صداها بطروحات وبمواقف الزعيم الوطني أو الزعيم العربي الكبير عبد الناصر؟ يعني كلنا حلمنا، يعني 100 مليون عربي حلموا، وبعدين النتيجة كانت 67. أنت الحمد لله إنه هالجيل ما عاش 67، بس عشنا أشياء أفظع وأحداث أفظع وأقسى، الحرب اللبنانية إيه؟ طبعا، لكن الكرامة المهانة من 67، الدبابات الإسرائيلية بالقدس على باب المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، هيدا أكتر ذل حسيته، ذل قومي حسيته أنا بال67. شو شفتي؟ شفت على التلفزيون هالمنظر، جنات وكتار منا جنوا وصاروا نزلوا من بيوتهم، صاروا يمشوا هيك مثل المجانين بالشوارع. 67، ياي الأرض، الأرض يا عمي، الأرض يا جماعة، الأرض، الأرض مقدسة، راحت القدس، القدس مدينة مقدسة، راحت. شو هالقصة هي، ممنوع يعملوا فينا هيك، نحن بعدنا عم نتعذب من 67 جيلي، أما الجيل اللي قبل تعذب من 48. نحن صرنا نص قرن منفكر نحرر الأرض، يعني دخلك واحد بالنهاية بيستحي من حاله، بيستحي من حاله، بينه وبين نفسه بيستحي من نفسه. لا قدرنا نمينا، لا قدرنا نشطنا حالنا اقتصاديا، صناعيا، ثقافيا، حضاريا، كل شيء بيروح على الجيوش. وبعدين بصير 67، حرام. القضية الفلسطينية طبعا أصبحت هجسك لاحقا، الهاجس طبعا، لأن شفت نتيجة 67، شفت الناس ماشي حافية، الناس. أنا شفت مرة مسكينة إجريها مشققة، تقريبا الدم ناشف عليهم، حاملها زوجها على ظهره وهو واصل حافي. يا أخي شو الذل هذا، ليش؟ شو ذنبه هالإنسان؟ أنا لما دخلت المخيمات الفلسطينية بال67، يعني بعد الحرب، كيف قدرتي دخلتي؟ بواسطة وزارة الإعلام الأردنية، لأنه كانوا بالأردن، صاروا يسبوني، صاروا يكحشوني بكل عين مفتوحة، افتكروني بالأول أجنبية لأن كان شعري قصير ولابسة بنطلون. بعدين صرت فوت على الخيمة قل لهم أعطوني شاي، أعطوني أنا جاي أكتب عنكم، أنا بحبكم، أنا بحس معكم، هاي مسؤوليتنا. صرت اقنعهم دخيلكم، احكولي شو صار. فصاروا يحكولي وكتبت. لما فت شفت جرح النابال، سمع بالنابال شي دخيلك في اشياء ما بتروح من الذاكرة. القضية الفلسطينية اليوم برأيك وين صارت؟ هل ثورتها خمدت؟ عم بعد على طول مشتعلة؟ طبعا خمدت، بس في ثورة عند الناس، في ثورة عند الناس، لكن لإمتى؟ لإمتى؟ شو رأيك باتفاقية الخليل؟ لا يعني أنا ما إلي ثقة أبدا بالسيد نتنياهو أبدا. هذا إنسان مفترس، مش يعني مفترس، تركيبته مفترس وجهل، وهو إنسان للأسف عيب يعني، بس يكذب. هل أنت راضية عن اللي حصل عليه الشعب الفلسطيني؟ لا قطعا، لا قطعا، لا حرام حرام، بس بكفي بكفي حرام. بين ليلى عسيران والأديب الفلسطيني غسان الكنفاني كان في صداقة عميقة جدا وكان في وحدة حال، ما في شك. على شو التقيتوا وعلى شو اختلفتوا؟ الحقيقة ما اختلفنا. غسان أولا أديب، أنا تعرفت عليه كأديب، ولكن غسان ما كان يؤمن بالقلم، يعني اجى وقت جن كمان هو قال لازم البندقية. هون اختلفتوا؟ لا ما اختلفنا. انت كنت مع السلاح؟ انا كنت ايه مع انه الفلسطيني قاتل، ايه بس بالارض المحتلة. هل حملتي سلاح حضرتك؟ لا، تعلمت كيف يستعملوا سلاح، بس انا بحياتي ما قوت. ليلى عسيران بهديك الفترة كانت الحقبة حقبة الأحزاب والعقائد والميول والشعارات، وكانت كل فئة عم تحاول توصل لهدف معين من خلال التيار السياسي أو العقائدي. مين برأيك نجح ومين برأيك فشل؟ مين صدم؟ مين كمل الطريق؟ مين وصل؟ شوف، في تجارب استمرت 50 سنة وقعت خلص. أنا ما عم سكر الباب، بس أنا عم بقول يا جيل جديد عطوا بالكم، ما تكونوا مطية لغيركم. أنا عم بقول تجربة 50 سنة فشلت لأنه ما حققنا شيء. على الأقل عندي الشجاعة إنه أقول ما حققنا شيء. حافظنا على هوية معينة، لكن بكفي حكي بقى، بكفي حكي. التظاهرات اللي كنت وراها أي متى بدأت؟ أنا ما كنت وراها، أنا كنت فيها. بأي سنة؟ بأي سنوات؟ أوه بس 56 57. ضد شو تظاهرتوا وقتها؟ ضد حلف بغداد. وأنا هربت من البيت، ما معهم خبر إني كنت عم بتظاهر. يلا لشو وصلتكم هالتظاهرات؟ كان عنا أمال، كان عنا أمال. هل هي برأيك فور الدم بتساعد الناس إنه يتنفسوا؟ شوف، حرية الرأي ما في شك الناس بدها تفعل، والكلام أوقات يصبح محبط، فالناس بدها تتظاهر، لكن المظاهرة بطبيعتها انفعالية بالأوقات اللي الظروف السياسية خطرة ممكن تفجر وضع. بال73 لما طلعت المظاهرة اللي ذكرتها حضرتك بذكاء وشطارة، كتير ذكي، شكرا، اللي كان فيها كل الرموز اللبنانية، بالنهاية قلبت المنظومة السياسية كلها، وبلا ما نقول أكتر من هيك. خلينا نحكي على القادم وليس على اللي ذهب. اليوم في حرية رأي بلبنان برأيك؟ مش كفاية، لا. تظاهرات ممنوعة، معك خبر؟ طبعا معي خبر. ولو أنت مع شيء؟ يعني شوف، كانت في تظاهرات سلمية، مظبوط، سلمية، بس وكأني كنت عارفة بدك تسألني، لأن عشت جوا القصص. أنا المظاهرة بيروحوا الناس الطيبين اللي عم بيحكوا بشكل سلمي، ممكن عنصر واحد يفجر وضع بأكمله. طبعا أنا مني وزير داخلية ولاني رئيس وزارة، أنا مواطن، لكن بعرف الصدق الموجود جوا وبعرف ما يتربص بنا. ما تظنوا انه ما حدا عم بيتربص فينا. مين عم يتربص فينا؟ يعني الشباب البريء، حلو كتير يا استاذ كرم بس انت كشفت حالك انك ذكي. ليلى عسيران، بشكرك على الاطراء هيدا. رح نتوقف مره ثانيه مع الاعلان، نرجع بنتابع لقائنا المثمر ولقائنا الشيق معك لليله. خليكم معنا اعزائي المشاهدين. نرجع منتابع أمسية مرايا مع ضيفتنا الليلة السيدة ليلى عسيران. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. ليلى عسيران، الحرب اللبنانية خلقت عندك الذعر المخيف واليأس القاتل. يا ترى مين غلب التاني، هي أو أنت؟ لا، أنا أنا هل طلعتي نقية صافية من الحرب؟ لا، بس ضليت أنا كيف قدرتي جبهتيها؟ بإني انفعلت بألامة، فصرت أهم من ما كنت. شو عملتي للشعب اللبناني؟ أنا شو قدرتي عملتي؟ ولا شيء، أنا حبيته بس، إني ساعدت الناس، إني هذا ساعدته وهذا ساعدته، الواحد ما بيحكي بهالشيء. لكن الشعب الفلسطيني عشتي معه هالمرحلة الدقيقة، إيه؟ عشتي معه هالمأساة الكبيرة، مزبوط، بس كمان جراحه. لبنان عشتها ولبنان كتبتها ولبنان كتبت أول رواية عن الحرب اللبنانية اللي هي قلعة الوسطى، وأبكت كل اللبنانيين وقالوا لي إنه هذه الصدمة كلها. بعدين ضليت عطول اكتب عن لبنان، قلعة الوسطى، الاستراحة، جسر الحجر، شرائط ملونة، هذه حياتك الخاصة، وبعدين الأمل الكبير بطائر من القمر. ليش بكتبك أو بنتاجك الأدبي العناوين اللي بتختاريها لهالكتب بتحمل شوي من الحزن من اليأس؟ مثلا لن نموت غدا، الحوار الأخرس، المدينة الفارغة، خط الأفعى. ليش؟ لأنه الحياة منا نكتة، الحياة دراما الحياة أكثر حزن من أجل لحظة فرح. هذه الحياة. لكن لو لما في فسحة الأمل ما فينا نكمل نعيش. مظبوط. بس كنت شايفة الدنيا سوداء وقتها. يعني ياما بشوفها سوداء وبعدين ملونة أو بتتلون. بشو بتلونيها؟ بلونها بعطائي. حلو. ليلى سيران، زواجك من أمين الحافظ أدخلك طبعا السياسة وعالم السياسة بلا ما تكوني محضرة لإله أو بلا ما يكون بدك تفوتي على العالم هيدا. لا، كان بدك. كان بدك. مين كان وراء استقالة رئيس أمين الحافظ؟ شوف، خلي أمين الحافظ يحكي عن أمين الحافظ، لكن فقط هالشق صغير هذا هو سؤال واحد. على كل حال أمين استقال، بس لو يعني هل اللي صار وقتها اكتشف شو هالعاطفة العارمة اللي لقاها عند الناس. ليش برأيك؟ لأنه الناس بتحب السياسي النظيف وبتحب السياسي الصادق. انحكى أنه رئيس شهيد رشيد كرامي كان وراء هالاستقالة أنه مارس ضغوطات عديدة. هذا شيء صحيح. الله يرحم الرئيس كرامي، ما بتجوز عليه إلا الرحمة. هل بطرابلس في قصر أو قصرين لرؤساء حكومة برأيك؟ لا، في قصر الكرم. ليلى سيران، هون يمكن الشيء شوي مزعج، لكن رح يكون أكيد قدوة ورح يساعد كثير من الناس. المرض الخبيث أصابك. لا، منه خبيث. مرض القلب منه خبيث. مرض القلب منه خبيث. لا. كيف خطي المعركة لمجابهته؟ الحقيقة اللي خاض المعركة أوتيليو، أنا كنت بعالم آخر، واللي خاض المعركة ومسك كل هالقصص الغريبة اللي صارت لي شخص متواضع جدا هو الدكتور فيكتور جبارة. كيف تختصري تجربة صراعك مع المرض؟ صعب اختصر لأني بعدني عايشت. ليلى سيران، مين هي مايا؟ هي الآخر، والآخر هو أنا. فوين مايا؟ مين هي مريم؟ مريم دائما هي الأنا اللي ما قدرت تكون. ومن هي خضرة؟ لا، أنا كنت خضرة. ومين هي ليلى سيران؟ اللي راح تصير. بكتابك الأخير طائر من القمر بتحكي عن بيروت المعجزة، معجزة سكانها، معجزة مكانها. بتحكي بكل تفاؤل عن الايام اللي جايه، وبتحيي كل الناس يلي قرروا انه يرجعوا يبنوا بيروت من جديد. هل ليلى سيران هون عم بتجامل؟ لا. ام فعلا مؤمنه بالغد؟ لا، مؤمنه بالغد وبدي ساهم فيه، وكتبت هالكتاب ليكون ناس مثلي هن بيروت. بيروت مش ابني، يمكن رح يكون، وأنا واسعة رح يكون عنا بيروت حلوة كتير. ومن هلأ نزل على ساحة الشهداء بتلاقي كل هالأبنية المرممة تاخد العقل. أنا شعرت إن كأن الربيع، هيك أزهار الربيع بلشت تطلع بهالخراب. هالخراب مثل كأنه واحد إجا كب على وجه بيروت مية النار وشوهها بدها ترجع بيروت. وأنا كتبت عنا حتى غيري يكتب عنا، حتى أنت وهو 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 وهي كلنا نحن بيروت. وروح بيروت هي نحن، هي هالقرآن داير على هالطاولة. ليلى سيران، بشو أنت مؤمنة؟ شوف، أنا مؤمنة بالله ما في شك، لكن لولا الإنسان ما إلها قيمة حياتي. الطائر من القمر شو جايب معه برأيك؟ شو جايب معه؟ هالطير هالطير جايب الأمل، جايب المستحيل اللي كبوه بوشنا إنه موتوا. لا، نحن بدنا نعيش ورح نعيش. مع هالأمل الجميل يلي نتأمل يصير واقع أجمل، ننهي لقائنا مع السيدة ليلى سيران. الحقيقة الوقت مرق كتير بسرعة، لكن نحن في عنا ساعة والوقت ضيق، وإن شاء الله نكون قدرنا قلنا شيء، وإن شاء الله يكونوا المشاهدين الكرام يلي عم يشوفونا الليلة واللي تابعونا قدروا يحفظوا شيء أو باقي شوي من الصدى، من صدى الكلام يلي حكيناه أنا وياكي. بتأمل أنا رح أطلب منك تختمي هالقعدة وهالجلسة، كانت طبعا من القلب للقلب، وإن شاء الله ما أكون زعجتك. لا بالعكس، كانت جلسة سعيدة وكانت جلسة فيها تحدي، لكن التحدي هو من أجل العطاء. وبتأمل إنه الMTV وكل الزملاء اللي شاركوك يأمنوا إنه ولو بشغل قليل ضمن استوديو هن عم يبنوا بيروت. إن شاء الله. أنا بشكرك، بتمنى لك الصحة، بتمنى لك الحب، وبتمنى لك الحلم. الحلم لازم على طول يضل معك ويضل مراودك، مع انك دايما بتقولي انك بحاجه لحياتين او ثلاثه لتحقق كل شيء بيصور لك اياه خيالك. ليلى سيران، انت عملتي كثير وانت اعطيتي كثير وانجزتي كثير، نحن ممنونينك، بنشكرك على كل شيء. الله يخليك، والله اهلا وسهلا فيكي.